مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مدير مكتب وكالة قدس بريس السيد عادل الحامدي. أهلا بكم سيد عادل. بداية، محاولات المصالحة بين حركتي حماس وفتح في ظل تسارع الأحداث وتزايد الانتهاكات من الاحتلال الصهيوني، هل يمكن أن تصف هذه الجهود أو توصف هذه الجهود بجهود الفرصة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لك ولاهتمامكم بالشأن الفلسطيني. بالتأكيد لا يمكن القول بأنها جهود الفرصة الأخيرة. ملف المصالحة الفلسطينية ملف معقد ومشائك، وهو حقيقة بين مشروعين متوازيين قد لا يلتقيان. مشروع يقوم على التمسك بالثوابت الفلسطينية والمقاومة نهجا لتحصيل ذلك، ومشروع آخر راهن ولا يزال يراهن على مصاري التسوية الذي أحدثت كل الأطراف فشله إلى حد الآن. هناك الآن مخاوف أخرى أكثر من فشل المصالحة، وهي مخاوف التصعيد التي أعلن عنها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الذي قال بأن حركة فتح أو السلطة الفلسطينية تستعد لإقرار عقوبات جديدة بالفاتح من أول أكتوبر المقبل بسبب رفض التمكين لحكومة الوفاق في قطاع غزة. قال بأنه إذا لم تسمح حماس بتمكين الحكومة في قطاع غزة فإن هناك عقوبات ستكون عقوبات صارمة وقد تكون غير مسبوقة على قطاع غزة. لذلك لا يمكن القول بأننا أمام الفرصة الأخيرة، نحن أمام مسار معقد ومتكامل. ولكن هناك تبادل اتهامات وتهديدات مستمر بين حركة فتح وحماس في ظل أيضا الحديث حديث الأونروا عن أوضاع صحية وتعليمية خطيرة إذا استمرت أزمة التمويل، يعني كيف تقرأ هذا السيناريو؟ بالتأكيد القرارات الأمريكية وتخفيض من مساعدات لوكالة غوث اللاجئين هي قرارات خطيرة ومؤلمة بحق الفلسطينيين وتنذر بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة وحتى في أماكن اللجوء في بقية أماكن اللجوء في لبنان وفي الأردن. لكن المهمة الأكبر الآن تقع على عاتق أيضا بالإضافة للمجتمع الدولي، تقع أيضا على عاتق الجامعة الدول العربية وعلى منظمة التعاون الإسلامي وعلى الدول العربية المجتمعة بأن تقف إلى جانب الفلسطينيين وتقدم السند المادي والمعنوي والسياسي للفلسطينيين في مواجهة مشاريع الاحتلال، وخاصة الاحتلال فيما يتصل بالقدس، فيما يتصل باللاجئين، فيما يتصل حتى في المسار التركي الذي يبدو أن الإدارة الأمريكية رفعت يدها عنه وتركته بدون راهن. ولذلك الآن يبدو القول بأن محاولات الرئيس محمود عباس الذهاب إلى الأمم المتحدة وإعلان الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال وطرف العالم بالاعتراف بها، هذه ربما تعتبر أيضا يعني خطوة أخرى من نفط. سيد عادل إذا سمحت لي، هناك من يرى بأنه لو كانت هناك نية حقيقية ورغبة جادة في إحداث المصالحة الفلسطينية لحدثت، لكن هذه العراقيل التي توضع، هل يمكن القول بأنه السبب قد يكون في الحكومة الفلسطينية الحالية الممثلة بمحمود عباس، هذه الحكومة التي توصف بأنها حكومة ضعيفة رضخت للضغوط الخارجية الموجودة وتنازلت كثير من التنازلات أدت إلى هذه الأزمات المتفاقمة، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ ربما الرؤية أعمق من ذلك وأكثر تعقيدا من ذلك. هنالك نوع من تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأمريكية والمصريين والفلسطينية، كل يفرض شروط جديدة على حركة المقاومة أو على فصائل المقاومة في قطاع غزة من اجتهاد تقديم تنازلات أكبر للرضوخ والاعتراف في الاحتلال. ما يتم إلى حد الآن هو هذا الأمر، هو أن الفلسطينية لم تخرج بعد من ربقة الاحتلال وما زالت تنفذ سياسة الاحتلال من خلال التنسيق الأمني ومن خلال أيضا فرض شروط مؤلمة على قطاع غزة والاعتراف بالتنسيق الأمني وتسليم سلاح المقاومة والاعتراف بالأمر الواقع. هذه هي الحقيقة أننا أمام مشروعين متوازيين لا يلتقيان، مشروع يؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال ومشروع آخر يرى بأن الاحتلال يجب أن يقاوم ويجب قبل أي بدء في عمل المصالحة هو إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال كشرط من أجل العودة إلى مشروع الثوابت الوطنية والمشروع الوطني. طيب، في ظل هذه الأجواء المشحونة إذا صح تعبير أو الوصف للوضع الآن في فلسطين، الاحتلال يقوم بانتهاكات يوما بعد آخر، هناك صراعات داخلية وهو يستغل هذه الفرصة من أجل
أن يقوم بعملية هدم الخان الأحمر وعمليات الاستيطان وهدم يعني أماكن في فلسطين وبناء مستوطنات وغيرها. إلى أي مدى ترى أن الخلاف الفلسطيني يقلص من حظوظ الدعم الدولي، لا سيما بعد إدانة الأمم المتحدة للقرار، قرار طبعا هدم الخان الأحمر؟ في كافة مراحل، في كافة حركات التحرير الوطني تحصل هذه الخلافات، خلافات بين فريق يمكن أن يخضع وأن يتواطأ إذا جاز التعبير أو أن يتعاون مع الاحتلال ومع المنظومة الدولية، وفريق آخر يتمسك بالثوابة ويقاوم ويدفع ضريبة هذه المقاومة. الشعب الفلسطيني في أغلبيته هو شعب ينحاز للتمسك بالثوابة وعدم التفريط فيها ويقاوم، حتى وإن كانت هذه المقاومة سياسية كثير من الأحيان، وربما يعني في قطاع غزة قد تصل إلى المقاومة المسلحة كما لاحظنا في الأسابيع الأخيرة من خلال مسيرات العودة التي يقدم فيها الفلسطينيون أرواحهم من أجل التأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم. لكن مرة أخرى أقول لك بأن هذا الحديث عن أن الخلاف الفلسطيني يؤثر على التضامن الدولي، هذه المحاولة أو فعلا للهروب لهروب المجتمع الدولي من تحمل مسؤوليته تجاه قضية هي الآن هي الأعدل في التاريخ السياسي المعاصر، قضية شعب يسعى لكي يتحرر من الاحتلال ويدفع ثمن هذا المسعى ثمن ثانيا من فلة أكفاء. السيد عادل الحامدي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.